الحصيلة بداية فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات أيضا بمرض الحمى النزفية في العراق، وما هي المحافظات التي سجلت أعلى إصابات لحغاية هذه اللحظة؟ تفضل. شكرا جزيلا، تحية جرابك مشاهدي الكرام. محافظة ذيقاء منذ العام الماضي لحد الآن تسجل أعلى الإصابات وأعلى حالات الوفاة. حالات الإصابات تجاوزت 150 إصابة، وأيضا حالات الوفاة تجاوزت 20 حالة. طبعا بعد ذي قار البصرة، ثم ميسان، ثم المثنى، ثم النجف. لكن لابد أن أذكر أن مرض الحمى النفسية يا أخي الكريم هو مرض متوطن منذ 50 سنة تقريبا، وأغلب بلدان العالم والمنطقة والشرق الأوسط كل سنة تسجل إصابات ووفيات. ووزارة الصحة الحمد لله نجحنا في علاج عشرات من الحالات عندما يكون هناك اكتشاف مبكر، أكرر اكتشاف مبكر للإصابة. وأغلب الإصابات لم أقل جميعها هي لفئة محددة، فئة الأخوة مربين ماشية والذين يستهدفون الجزارة القصابين. إذا نستطيع أن نحدد جهدنا على هذه الفئة، بما أن أغلب أو جميع الإصابات في هذه الفئات، لكي نقلل الإصابات لابد من الانتباه للأعراض في المرحلة المبكرة. وما ننسى أن دور وزارة الصحة في موضوع الحمى النزفية من الأمراض المشتركة، إحنا دورنا هو الكشف المبكر عن الحالات، تقديم الرعاية الطبية اللي ممكن في أي مؤسسة صحية في العراق، وأيضا جزء من تثقيف التوعية الصحية بالشراكة مع وسائل العلم. لكن الدور الأساسي هو على وزارة الزراعة في مكافحة حشرة الأمراض الناقلة، وأيضا التعامل مع الحيوانات المصابة، هو دور كبير ومهم للوقاية من هذا المرض، هو دور الجهات الأمنية والبلدية وعمال السوداء في معالجة ظاهرة الجزر والرعي العشوائي. نعم دكتور سيف، بعد الترحيب بك ثانية، حدة الإصابات بالمرض هذا العام هل لا تزال طبيعية إذا ما قورنت بأرقام العام الماضي، خاصة وأنه هذا المرض يعني يدرج ضمن الأمراض الفتاكة في لوائح الصحة العالمية، فهل تنذر الأرقام المعلنة بأزمة صحية جديدة تجتاح العراق؟ لا لا، إن شاء الله لا توجد أزمة، المرض تحت السيطرة ونسبيا هي أقل من العام الماضي. نعم إحنا نأسف لكل إصابة ولكل وفاة، وجميعها يمكن الوقاية منها إذا كان مستوى الوعي والثقافة الصحية، وإذا كانت همة من وسائل الإعلام في إعانتنا بنشر الثقافة والوعي الصحي وإعلام وزارة الصحة. نشرنا مئات ولا أبالغ من الآلاف من الرسائل المختلفة ما بين سبتاكلات أو تصاميم أو رسائل فيديوية ورسائل صوتية. المطلوب نرجوك وأنتم من القضايات الداعمة والمتعاونة، نتمنى أن تكون فواصل أو سبتاكلات لتثقيف التوعية عن أعراض المرض والتركيز كما ذكرت على الفئات الأكثر عرضة للإصابة. نعم، نريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور سيف البدر، وأنت المتحدث باسم وزارة الصحة كنت معنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا لك مرة أخرى.